ويرى أنه لو فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وصلاته أنه لا يصح وضوؤه ولا صلاته، وذلك من الضلال المبين لطاعته عدو الله الشيطان وعصيانه للشارع أمين الرحمن. وفي الحديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: وقد رأيت من استحم بخمسة وخمسين إبريقا ثم شك بعد ذلك في أن الماء عم بدنه، وكان ذلك لصلاة الظهر، فقال: روحوا بي إلى بحر النيل، فجعل يغطس ويصعد برأسه إلى أن غربت الشمس، وفاته الظهر والعصر. ورأيت من استحم بخمسة وخمسين إبريقا ثم شك بعد ذلك في أن الماء عم بدنه وكان ذلك لصلاة الظهر، فقال: روحوا بي إلى بحر النيل، فجعل يغطس ويصعد برأسه إلى أن غربت الشمس، يعني من صلاة الظهر حتى غربت الشمس، ضيع الظهر وضيع العصر. وقد رأيت من ذهب أيام النيل إلى بركة الخازندار خارج القاهرة ليطهر ثيابه، فما زال يغسلها ويجففها إلى آخر النهار، ثم ضم ثيابه ولبس بعضها ثم شك في بعضها، ثم شك في أنه هل غسلها أم لا، وكان قد مر على صيادي السمك في طريقه إلى البركة، فلما رجع قال لهم: هل رأيتموني مررت عليكم بكرة النهار؟ هل رأيتموني مررت عليكم بكرة النهار ومعي ثيابي؟ فقالوا لهم: ما رأيناك. فقال: إذن أنا ما رحت إلى البركة. ثم ذهب من بكرة النهار اليوم التالي إلى البركة ثانيا، ومن بلغت به طاعة إبليس إلى هذا الحد فهو ممن أضله الله على علم، لأنه جعله ينكر يقين نفسه ويجحد ما رآه بعينه أو سمعه بإذنه أو يعلمه بقلبه، ومع ذلك يشك في نفسه. وهذا كله من استيلاء الشيطان على قلوب هؤلاء، فإنهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه مما يشبه الجنون ويقارب مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات. فإن الواحد من هؤلاء ينكر الأمور المحسوسة اليقينية التي عملها بيده أو لسانه وهو ينظر أو يسمع، فيغسل العضو مثلا ثلاث مرات وينطق بالكلمة ويكذب بصره وسمعه حتى إن الثقة من الناس يراه أو يسمعه ويقول له: أنت فعلت كذا أو قلت كذا، فلا يرجع إليه ولو كان عددا كثيرا. ثم من جملة مفاسد الوسوسة أن الموسوس يصير يعذب نفسه باستعمال الماء البارد في الشتاء، وربما غاص في الماء البارد فنزل الماء البارد وأضل ذلك به كما وقع لبعضهم، وربما فتح عينيه في داخل الماء ليغسلهما، يغطس داخل الماء ويفتح عينيه حتى يغسل داخل العينين أيضا، وأنت غير مكلف بغسل داخل العينين، فيضر بصره، وربما كشف عورته للاستنجاء في الحمام وعلى إفريز الفساقي والناس ينظرون إليه، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به كل من يرى. يقول: وقد رأيت مرة موسوسا من قضاة شبين الكوم وهو ذاهب إلى البحر. حقيقة هو يصف وصف أنا ما أستطيع أن أقرأه لأن وصف بشع جدا يعني لهذا القاضي، لكنه كان مبتلا بالوسوسة. يقول: ورأسه مكشوف وثيابه وعمامته في يده مرفوعة خوفا من أن تمس جسده، فلا زال كذلك حتى نزل البحر فطهر ثيابه واغتسل بعد تكدير الماء، ثم وضع ثيابه على جرن قمح ليجففها، فطلع له كلب من داخل القش فرجع بثيابه إلى البحر فغسلها. الكلب يظهر نظر فقط للثياب، نظر إليه، فطلع له كلب من داخل القش فرجع بثيابه إلى البحر فغسلها، ثم طلع بها فمر كلب وصل ظله إلى ثيابه. يا للهول، خيال الكلب جاء على الثياب. فرجع بها البحر ثالثا فحملت همه وسألت الفقراء أن يدعوا له، فدعا له يعني وكشف الله عنه هذه الوسوسة، ورأيته بعد ذلك يجلس بثيابه بعد ذلك إلى الأرض، يعني إلى آخر الكلام يعني. يقول: وبالجملة فلو لم يكن في الوسوسة إلا فوات أول الوقت أو فوات تكبيرة الإحرام أو القراءة أو الركعة الأولى لكان في ذلك غاية الخسران النسبي. يقول: ورأيت بعضهم لا يصلي قط في صف المسلمين حتى اضطره ذلك إلى أنه لا يصلي إلا إماما حتى لا يلاصقه أحد بثيابه. يقول: ممكن اللي جنبي يكون ثيابه
مثلا حتى لو طهر، لكن ممكن رابع واحد او خامس واحد يمينه او شماله يكون ثيابه فيه نجاسة وتنتقل النجاسة. لكن هذا بلاء، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يعافينا وسائر اخواننا المسلمين من هذا. لكن هي عبرة حتى الانسان لا يتهاون. انظر الى هذه العاقبة، لو تهاونت سيتمادى بك الامر في كل احوالك، وربما يقفز بك الشيطان من وسوسة الافعال الى وسوسة العقائد والافكار، فيفسد عليك دينك ودنياك. نعم. فيقول ورأيت بعضهم لا يصلي قط في صف المسلمين حتى اضطره ذلك الى انه لا يصلي الا اماما حتى لا يلاصقه احد بثيابه. وصلى مرة في صف فيه شخص مالكي، ومعروف ان المالكية مذهب المالكي في موضوع الطهارة فيه تساهل وسماحة كثيرة يعني. يقول وصلى مرة في صف فيه شخص مالكي بينه وبينه نحو 10 أنفس، فأعاد الصلاة وقال إن المناكب اتصلت به وبثيابه. يعني ممكن ايه من المالكي ممكن يتحرز، لا يتحرز من اشياء. مثلا المالكي ممكن يتوضأ بالماء بماء مثلا وقعت فيه نجاسة هو دون قلتين، واضح؟ هو يعتقد ان هذا الماء ينجس لانه دون قلتين، وهو متوضأ بهذا الماء، اذا هو نجس والماء ممكن تكون تناقلت عبر الاكتاف، معرفش كيف ممكن تنتقل بالاشعاع بماذا بالتأثير، كيف النجاسة من 10 واحد توصل له عن طريق المناكب اتصلت بعضها ببعض. سبحان الله. نعم الله المستعان. يقول ايضا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في نفس الباب الوسواس في انتقاد الطهارة، يقول في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني طبعا هيخرج عشان يتوضأ، فالوضوء الميضاء ودورات المياه لا يتخيل انها تكون داخل المسجد ابدا، واضح؟ فيقول عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، شعر بحركة في بطنه أو صوت في الأمعاء أو كذا، فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ هل يحتاط في هذه الحالة؟ الاحتياط ترك الاحتياط، الاحتياط ترك الاحتياط. ففي هذه الحالة يعني يتذكر هل سمع صوتا أو وجد ريحا؟ إذا ما كان في شيء دليل من هذين الأدلين لا يبالي ويستمر وضوءه كما هو، الأصل أنه طاهر فيبقى على الطهر، لا ينتقل عنها إلا بيقين. فالشك لا تستجب للشك، واحرص نفسك واحرص دينك وعبادتك من ان تفتح هذا الباب. تقول احتاط، والاحتياط يعني مستحب مش هقول واجب كما يقول العوام، لا لا تحتاط في هذه الحالة، الاحتياط ترك الاحتياط، لا تتكلف تقول لا انا احرص اخرج من الشك وادفعه باليقين واروح اتوضأ. اذا انت تفتح لنفسك باب الوسوسة، تفتح للشيطان باب يكون له عليك سبيل ويعذبك مثل هذا العذاب. فإذا شككت نفذ ما وصاك به رسول الله عليه السلام. تذكر هل تذكر أنه خرج يعني ريح أو صوت؟ إن لم يكن واحد من الأمرين فلا تبالي وأنت طاهر، واضح؟ ودرب نفسك على هذا الأمر حتى لا تفتح باب الوسوسة، لا تأخذ سأحتاط، لكن الاحتياط اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. ويقول يعني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ يعني يقول بشعرات من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، يتوهم أنه أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي لفظ أبي داود إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له إنك قد أحدثت فليقل له كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. فأمر عليه الصلاة والسلام بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، يحتمل لأنه شاكك هل أحدث أم لا، فأنت مأمور في هذه الحالة أن تكذب الشيطان، أن تقول كذبت، أن تعتقد أنه كاذب في هذا. فكيف إذا كان كذبه معلوما متيقنا كقوله للموسوس لم تفعل كذا وقد فعله؟ يعني كان في الشيء المحتمل أمرت أن تقول له كذبت ولا تبالي به، فكيف بشيء أنت يعني واحد غطس داخل الماء وخرج يقول أنا وهو مبلول من الماء ويقول أنا لا أنا ما دخلت الماء،
فأولى ثم أولى أن يكذب إبليس اللعين ولا يستجيب لوسوسته. قال الشيخ أبو محمد ابن خدامة المقدسي: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته. فانظر إلى حكمة هذا التشريع. أمرنا النبي عليه السلام كما في الحديث: كان النبي عليه السلام إذا بال توضأ وينتضح. نعم، واضح. وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله، الشاهد أن حتى يبقى ماء، فإذا شككه الشيطان بعد ذلك أن هذا يعني شيء قد خرج منه، فيقول: لا، هذا من أثر إيه هذا النضح، فلا يلتفت للوسوسة. هذه إجراءات وقائية حتى لا يفتح نفسه باب الشك والوسوسة. وشكى إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، وقال: لا تجعل ذلك من همتك وله عنه، لا تجعل ذلك من همتك وله عنه، لا تنشغل. وهذا العلاج، يعني نقول للمسوسين 100 مرة: لا تنشغل، لا تبالي. هو إذا عمل بهذه النصيحة سينجو من هذا العذاب. لا تبالي ولا تهتم بهذا الأمر على الإطلاق، لا تستجيب لأي وسوسة تطرأ لك. وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال: قله عنه، قله عنه، اطرحه عن ذهنك، لا تفكر فيه على الإطلاق. فأعاد عليه المسألة فقال: أتستدره لا أب لك، قله عنه. أتستدره لا أب لك، قله عنه، يعني لا تبالي به. يقول: ذكر الإمام ابن القيم أشياء كثيرة يفعلها بعض الموسوسين بعد البول، ذكر 10 أشياء لا نذكر تفاصيلها، لكن باختصار يسميها، يقول: السلت والنتر والنحنحة والمش والقفز والحبل والتفقد والوجور والحش والعصابة والدرجة، ذكر هذه الأشياء وعلق يعني فقال: وذلك كله وسواس وبدعة. وحكى عن شيخ الإسلام قوله: والبول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلفته در. يقول: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه. الذي يهتم بهذه الأشياء يبتلى بعذاب شديد كما ذكرنا. يقول: قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال اليهودي لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني قضاء الحاجة. قال: أجل. قال: أجل. فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه؟ بلى، علم المستحاضة أن تتلجم وأن تتحفظ، وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة. لكن الذي ليس عنده سلس ولا كهذه الحالة، هذه المنصوصة لحالة معينة، مرض سلس البول أو وضع الاستحاضة، فتتحفظ. نعم، لأن هنا شيء يستوجب ذلك، لكن الإنسان الطبيعي المعافى بهذا ما في داعي أبدا أن يتخذ مثل هذه الإجراءات التي ليست له وإنما هي لغيره. من هذه الوسوسة أيضا، وقد أشرنا إليها من قبل، موضوع النية في الطهارة، منها أيضا وسوسة في نية الصلاة. فمنهم من يقول: أصلي صلاة كذا، ثم يعيد هذا ظنا منه أنه قد نقض النية. يعني معروف أن النية لا تنقض، وإن لم يرضى اللفظ. وذكرنا هذا من قبل في فقه الطهارة، ان لو واحد نيته صحيحة، نوى نية صحيحة، لكن تلفظ ان يخالف النية، فالعبرة بماذا؟ العبرة بما نوى بقلبه، حتى لو اخطأ في اللفظ لا تأثير لللفظ، لان النية محلها القلب. فهذا يشك، يقول: نويت مثلا صلاة الظهر، ثم يشك ويقول: انا نقضت النية، يعيد من جديد. النية لا تتغير، اللفظ حتى لو كان في خطأ لا عبرة به. منهم من يكبر ثم ينقض التكبير، ثم يكبر ثم ينقض، فإذا ركع الإمام كبر الموسوس وركع معه. فما الذي أحضر النية في هذا الوقت بالذات؟ وما ذاك إلا أن الذي أراد أن يفوته الفضيلة، يدرك الركعة لكن فاتته فضيلة إدراك الصلاة من أولها وهو موجود في الصف. واضح؟ يقول بعض الشيوخ الشعراني يقول: وقد رأيت من يقفز في الهواء إذا نوى الصلاة، يقفز في الهواء ثم يقبض بيديه على صدره، عايز يمسك النية عشان ما تغربش، فيقفز في الهواء ثم يقبض بيديه على صدره، بيد الاثنين على صدره، كأنه يخطف شيئا كان هاربا منه، يأخذها كذا ثم يضعها على صدره، ثم يقول: أستغفر الله، يعني يندم على أنه فعل ذلك، ثم يقول: الطلاق يلزمني 3 لا أزيد على نية واحدة.
هو المسكين بيتعذب يريد ان يخرج من هذا فيقول انا هأحلف على نفسي اني ما ازيد على النية مرة واحدة. والمصيبة انه كمان يعلق على الطلاق على ذلك، يقول يعني ان زدت على نية واحدة ستكون امرأته طارقة. فانظر الى خطورة الوسواس وعاقبته. يقول ثم يزيد، يعني يزيد في النية من شدة سلطان الشيطان عليه، فبالتالي تطلق امرأته وهو كان في عافية من هذا. نعم. يقول وكان ذلك في صلاة الجمعة فما زال كذلك حتى فاتت الجمعة، ما زال يبحث عن النية حتى فاتت صلاة الجمعة. يقول حكينا عن بعض الشيوخ قد أتعب الموسوسون أنفسهم في ألفاظ النية التي أحدثوها واشتغلوا بمخارج الحروف ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. الله أك 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 بر الله أك، وهكذا يظل يكرر حتى يحقق صفات الحروف. فانظر كيف الشيطان يخدعه وحتى يخرج يعني من الصلاة. يقول ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، إنما كان ينوي بقلبه فقط. هونوا على أنفسه، انوي بقلبك فقط. وكذلك أصحابه، وكان لا يسمع منه ولا من أصحابه إلا لفظ الله أكبر، ما سمع أبدا أنه يقول نويت صلاة الظهر 4 ركعات فريضة، وإذا كان مأمون مؤتما بهذا الإمام إلى آخر هذا الكلام الطويل العريض لا أصل له على الإطلاق. هذه من البدع المحدثة، ما كان يسمع منه إلى كلمة الله أكبر. فاستحوذ الشيطان على طائفة وأشغلهم بمخارج حروف النية ليصرف قلوبهم عن الحضور مع الله تعالى الذي هو روح الصلاة. فترى أحدهم يقول أصلي 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 ويكرر ذلك اللفظ 10 مرات وأكثر ولم يتعبده الله بذلك. وسمعته مرة أخرى يقول، يعني هذا الشيخ يقول النية من لازم كل عاقل حاضر الذهن، فلا يصح أن يدخل في الصلاة ويراعي أفعالها وترتيب أركانها بلا نية أبدا، حتى لو قدر أن الله تبارك وتعالى كلف العاقل بأن يصلي بلا نية لكان ذلك كالتكليف بما لا يطاق. يعني أمر النية أمر هين جدا، أنت سمعت الأذان في البيت ثم توضأ ثم نزلت ومشيت إلى المسجد، ما رحت للعمل ولا رحت للمقهى، أنت تقصد المسجد ودخلت المسجد وصليت السنة وبعدين الإقامة أقيمت وقمت في الصلاة وقفت في الصف، وكل ده لسه ما نويتش صلاة الظهر مثلا أو العصر، كل هذا ولسه ما نويتش. فلذلك هذا العالم يقول بالعكس، لو فرض أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نصلي بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، لأن النية سهل جدا استحضارها بالقلب. لو كان كلفنا أن نصلي بلا نية ما كنا نستطيع. لماذا؟ لأن النية حضورها بالقلب أمر يعني لازم من لوازم الصلاة. يقول وتأمل الإنسان إذا ذهب إلى الميضاء يتوضأ، تقول له إلى أين؟ فيقول لأتوضأ. وإذا ذهب إلى المسجد تقول له إلى أين؟ يقول لأصلي. فكيف يشك عاقل مع قصده هذا أنه غير ناو للوضوء والصلاة؟ أنت إذا سألته يقول أنا رايح أصلي أو رايح أتوضأ، وبعد ذلك يأتي عند الوضوء أو الصلاة ويشك هل حضرت النية أم لا؟ فهذا يعني ما في شك يعني نوع جنون كما يقول الشيخ هنا، فهذا نوع جنون. ثم من العجب كون الواحد من هؤلاء الموسوسين لا يتوسوس قط في فلوس تأتيه من وجه شبهة، ولا يرد طعاما دعاه إليه ظالم، مع أن أكل مثل ذلك الذي يلطخ كالذي يلطخ بدنه قذرا من فرقه إلى قدمه، فهو كمن تضمخ بالعذرة. يعني الشخص الذي يحتاط كما ذكرنا في الموسوسين شبه من الخوارج، إنهم من حيث إنهم يعتمدون الغلو في غير موضعه والتسهيل وأقصد والاحتياط في الموضع الذي يقتضي خلاف ذلك. فيقول هذا حاله الشخص الذي يأكل حراما ولا يبالي، ما يجيله أي وسوسة في مال يأخذه في الرشوة من ربا، من يأكل مال حراما أو رجل عند رجل ظالم يأكل من الحرام ومع ذلك هو لا يبالي. فيقول هو حاله في ذلك كمن تضمخ بالعذرة، يعني دهن كل جسده بالعذرة، تعرفون طبعا العذرة الغائط يعني. ثم خرج إلى الصلاة ورش على ثيابه ماء الورد، فقال له شخص اغسل هذه النجاسات عنك، ثم رش ماء الورد، فقال له تلومني على فعل السنة؟ فهذا مثاله. أيهما أولى؟ اترك السنة أهون، أنك ما تضع الطيب أهون من أن تصلي بهذه النجاسة، فأنت تتعاطى الشبهة والتعاطى الحرام ولا تتورع عن ذلك الذي وهو يجب عليك أن تتورع عنه، ثم تتشدد هذا التشدد وتغلو هذا الغلو في أمور الطهارة. نعم. وفي الموسوسين من يحلف بالله لا كبرت غير هذه المرة، يحلف أنه لن يكبر غير مرة واحدة،
وفيهم من يحلف بالله بالخروج من ماله او بالطلاق، يقول كل مالي صدقة ان كبرت مرة ثانية مثلا او زدت على تكبيرة واحدة او بالطلاق كما ذكرنا. وهذه كلها تلبيسات ابليس، والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الافات، وما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لاصحابه شيء من هذا. يقول بعض المشايخ: وقد رأيت شخصا يتوسوس في اخراج الحرف حتى ربما كرر حرف 3 مرات واكثر، فرأيت من يقول اك الله اك 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 كبر، ورأيت من يقول ات 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 التحيات لله، ومنهم من يقول اس 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 لام عليكم، وقد افتى بعضهم ببطلان الصلاة بذلك. وربما كان اماما يقول فافسد صلاة المأمومين وصار إثم ذلك في عنقه، ولو سلمنا أن ذلك لا يبطل الصلاة فهو مكروه، فقد قلب هذه العبادة المقربة إلى الله تعالى مكروهة لله، صارت الصلاة التي يحبها الله مكروهة من هذا الموسوس، مبعدة عنه لإخراجه الحروف عن وضعها الشرعي ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى الناس على ذنبه والوقيعة فيه، يؤدي إلى حصول الغيبة والنميمة. وربما كان يزعم في نفسه أن صلاة كل من لم يتوسوس مثل وسوسته باطلة، فيؤدي ذلك إلى القول بإبطال صلاة الصحابة والتابعين وإما المجتهدين وسائر المؤمنين لأنهم لم يفعلوا كفعله، وهذا كالمروخ من دين الإسلام. وإن قال إن الصلاة صحيحة بدون الذي أفعله أنا، فنقول له: فما دعاك إلى الوسوسة وتعدي الحدود؟ وإن قال: هذا مرض ابتليت به، قلنا له: نعم هو مرض، وأصله موافقة مراد الشيطان، ولم يعذر الله تعالى بذلك، لم يعذر الله بموافقة الشيطان. ولو قبل الله تبارك وتعالى عذر من قبل وسوسة إبليس لم يوجب الله تبارك وتعالى التوبة على أبينا آدم وحواء عليهما السلام ولا على بنيهما من بعدهما، مع أن آدم وحواء أقرب إلى قبول عذرهما منا. آدم عليه السلام يعني معذورا في، مش الآية بتقول إيه: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وفي الآية أن إيه إبلي أن آدم عليه السلام وحواء أطاع إبليس وأكل من الجنة. لو كانت وسوسة الشيطان عذر وتقول أنا مرض وابتليت به، لو كانت الوسوسة في حد ذاتها عذرا لما وجب على آدم أن يتوب من المعصية من 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 طاعة إيه إبليس، لكن الله أوجب عليه التوبة ويعني مدحه بهذه التوبة، فدل على أن الوسوسة ليست عذرا، لكن ينبغي أن تكون صريحا مع نفسك: هذه الوسوسة بسبب أنني أطيع الشيطان ويجب علي أن أعصي الشيطان، والوسوسة ليست عذرا حتى تقول أنا معذور وهذا أمر خارج إرادتي. لا، الوسوسة لو كانت عذرا لعذر الله آدم، بل لعذر سائر العصاة، أي عاصي يكون معذور لأنه يكون بسبب وسوسة الشيطان، فكون الوسوسة ليست عذرا للعصاة يقتضي أيضا ألا تكون عذرا للموسوسين. وقد أخبرنا الله تعالى أن الشيطان عدو لنا وقال: فاتخذوه عدوا. والموسوس الذي يطيع الشيطان هل يكون قد اتخذه عدوا؟ لا، اتخذه وليا حميما وقدم طاعته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: واتبعوه لعلكم تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهل أنت اتبعت هدي، هل رفعت شعار خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنك تهتدي بهدي إبليس الذي يقول يعني يغريك بهذه الوساوس؟ فأنت لم تلتزم أمر الله باتخاذه عدوا، أنت تطيعه وأنت تعلم أنه الشيطان، وما بقي لنا عذر ولا حجة بعد ذلك. نعم. وكما جاء في الأحاديث بعدما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء الشرعي المعروف، قال: من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكان طاووس رضي الله عنه يقول: إن الله لا يحب المعتدين، قال: أي المعتدين في الماء والطهر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من الوقوع في البدع، حتى كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول لأصحابه: لا تقتدوا بي في أعمالي فإني أخاف أن أكون قد ابتدعت شيئا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فيقول له شخص من الصحابة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فيرجع عن ذلك
في حينه أو من حينه، وهم مرة أن ينهى الناس عن لبس ثياب بلغه أنها تصبغ ببول العجائز، فقال له شخص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها ولبسها الناس في عصره، فاستغفر الله ورجع عن ذلك وقال للشخص صدقت يا أخي. يعني معنى الكلام لو كان عدم لبسها من الورع لا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال زين العابدين رحمه الله لولده يوما: يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على النجس في الخلاء ثم يقع على الثوب. فقال له ولده: إنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثوب واحد لخلائه ولصلاته. فرجع زين العابدين عن ذلك، انتهى مع ذلك مثل هذا يرفع عنه، ما تقولش هذه الذبابة ربما تكون وقعت على نجاسة وحملت النجاسة فجاءت على ثوبي، لا تبالي بهذا ولا تلتفت إليه على الإطلاق. وقال بعضهم: لو كانت الوسوسة في الوضوء والصلاة ونحوهما خيرا لما ادخرها الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أفضل الخلق، فما كان فيهم موسوس قط. وكان بعض الشيوخ يقول: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الموسوسين لمقتهم، ولو أدركهم عمر رضي الله عنه لضربهم، ولو أدركهم أحد من الصحابة والتابعين لبدعهم وكرههم. وقال الإمام ابن الجوزي: وقد بلغان عن أبي حازم أنه دخل المسجد فوسوس إليه إبليس أنك تصلي بغير وضوء، فقال: ما بلغ نصحك إلى هذا. فانظر إلى الفقه، ما بلغ نصحك إلى هذا، يعني بتوسوس لي أنه أنا أصلي، هل الشيطان خايف على صلاتك وبيقولك روح توضأ أحسن صلاتك تكون باطلة أنت غير متوضأ؟ فانظر إلى الفقه، هذا اتخذه عدوا، وذاك الموسوس اتخذه وليا حبيبا سمع نصيحته، وبئس الناصح إبليس لعنه الله. فالشاهد يعني أنه لما وسوس إليه أنك تصلي بغير وضوء قال: ما بلغ نصحك إلى هذا. فأي موسوس ينبغي أن يعني يحفظ هذه الكلمة، إذا وسوس لك الشيطان قل: ما بلغ نصحك إلى هذا، وانتهى الأمر. وتذكر قوله تعالى: فاتخذوه عدوا. نعم. فكشف هذا التلبيس أن يقال للموسوس: إن كنت تريد إحضار النية في الصلاة فالنية حاضرة لأنك قمت لتؤدي الفريضة، لما المؤذن قال قد قامت الصلاة قد قامت قمت أنت حتى تؤدي الفريضة، هذه النية، والنية محلها القلب لا اللفظ. وإن كنت تريد تصحيح اللفظ فاللفظ لا يجب، ثم قد قلته صحيحا فما وجه الإعادة؟ قلت الله أكبر، قلت نويت صلاة الظهر، انتهى خلاص قلته، فلماذا تعيد وتنشغل؟ يقول: وقد حكى لي بعض الأشياخ عن ابن عقيل حكاية عجيبة، أن رجلا لقيه فقال: إني أغسل العضو، يغسل مثلا يده رجله وهكذا، يقول: إني أغسل العضو وأقول ما غسلته، وأكبر وأقول ما كبرت. فقال له ابن عقيل: دع الصلاة فإنها ما تجب عليك. فقال قوم لابن عقيل: كيف تقول هذا؟ فقال لهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. ومن يكبر ويقول ما كبرت فليس بعاقل، والمجنون لا تجب عليه الصلاة. واعلم، هذا كلام ابن الجوزي، واعلم أن الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل وجهل بالشرع، ومعلوم أن من دخل عليه عالم فقام له وقال: نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول هذا العالم لأجل علمه مقبلا عليه بوجهه، سفها في عقله، على طبعا على القول المرجوح بجواز القيام في مثل هذا الموقف جدلا، لنفرض أنه جائز أن يقوم العالم تعظيما له، واضح؟ وطبعا هذا عمل، وكل عمل بيكون بنية، صعب جدا أن نية تنفصل عن الأعمال، واضح؟ فلو أن واحد دخل عليه رجل عالم فقام له احتراما له وتعظيما للعلم فقال بلسانه كذا، قال: نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول هذا العالم لأجل علمه مقبلا عليه بوجهه، ماذا سيقول عليه هذا العالم؟ سيقول: هذا سفيه، هذا غير عاقل، أو يدخل عليه أبوه أو أمه ويقوم إكراما لأبيه وأمه أو تحتراما له ويقول لأبيه أو أمه: نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول أمي بنية بر الولدين مقبلا عليها بوجهي، ستقول له أمه: ما حصل لعقلك؟ واضح؟ فالنية محلها القلب، فلا ينشغل مثل هذا. فقيام الإنسان، فإن هذا قد تصور في ذهنه منذ رأى العالم، فقيام الإنسان إلى الصلاة ليؤدي الفرض أمر يتصور في النفس في حالة واحدة لا يطول زمانه، وإنما يطول زمان نظم هذه الألفاظ. النية لا تستغرق وقتا، قلبك بتنوي الصلاة انتهى، لكن النية هي اللي بتأخذ الوقت، والألفاظ لا تلزم، والوسواس جهل محض. وإن الموسوس
يكلف نفسه أن يحضر في قلبه الظهرية والأدائية والفردية في حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محال. ولو كلف نفسه ذلك في القيام للعالم لتعذر عليه، فمن عرف هذا عرف النية. ثم إنه يجوز تقديمها على التكبير بزمان يسير ما لم يستحها، فما وجه هذا التعب في إلصاقها بالتكبير على أنه إذا حصلها ولم يستحها فقد التصقت بالتكبير؟ عن مسعر قال: أخرج إلي معن ابن عبد الرحمن كتابا وحلف بالله إنه خط أبيه، وإذا فيه قال عبد الله والذي لا إله غيره ما رأيت أحدا أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت بعده أشد خوفا عليهم من أبي بكر، وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. ويرى أنه لو فعل مثل ما